أيها الإخوة الكرام، في نقطة دقيقة، أنه أخلاق رضية تحتاج إلى ثلاث نقاط، وهذا الكلام دقيق. تحتاج إلى أن تؤمن أن الله موجود، وأن هناك حياة بعد الموت، وأن هناك حساباً دقيقاً. بهذه الكلمات الثلاث تكون أخلاقياً. الله موجود، وسيحاسب، وسيعاقب. لا تصدق أن يتفلت الإنسان من منهج الله إلا إذا غفل عن هذه النقاط الثلاث. وكنت أقول دائماً، يعني أنت راكب سيارتك والإشارة حمراء والشرطي واقف، وفي شرطي على دراجة نارية كمان احتياط، وفي سيارة فيها ضابط شرطة سير، وأنت مواطن عادي أو من الدرجة الثانية، ممكن تخالف؟ مستحيل. لماذا؟ أنه عندك شعور أن واضع قانون السير إنسان قوي، وزير، وفي مخالفات فيها سجن حتى السنة. فإذا أنت ترى أن هذا الشرطي عينه واضع القانون، يعني علمه واضع القانون يطولك من خلال هذا الشرطي، وأن قدرته تطولك من خلال سلطته، هل يمكن أن تعصيه؟ مستحيل، مستحيل. لو درت بلاد العالم مواطن عادي أمام إشارة حمراء في شرطي، وشرطي على دراجة، وسيارة فيها ضابط مرور، وأنت مواطن من الدرجة الثانية، لا يمكن أن تعصي، لأنك تعتقد أن علم واضع القانون يطولك، وأن قدرته تطولك. اسمع الآية: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. عندما تؤمن أن علم الله يطولك، وأن قدرته تطولك، مستحيل أن تعصيه. طيب، أخواننا التجار المستوردين، إذا كان في نسخة ذات لون أحمر من مستورداتك تذهب إلى المالية آلياً من الجمارك للمالية، وأنت الآن تقدم حساباتك للمالية، هل بإمكانك أن تغفل هذه الورقة، هذه الصفقة؟ إن أغفلتها أهدرت حساباتك وكلفت أرقاماً فلكية. بشكل بديهي لا يمكن أن تعمي على هذه الصفقة، لأن علم وزارة المالية يصل إليها من خلال هذه الوثيقة. لاحظ نفسك، ليس مع الواحد الديان، مع إنسان عادي أقوى منك. لاحظ نفسك، ليس مع الله، ليس مع خالق السماوات والأرض، ليس مع الذي يعلم السر وأخفى، مع إنسان مثلك لكنه أقوى منك. إذا كان علمه يطولك وقدرته تطولك، لا يمكن أن تعصيه. أنا أقدم لكم أسباب التخلق بالخلق الحسن، في أسباب أخلاقية، في أسباب مادية. أنت حينما تعلم أن الله موجود ويعلم، وهناك حياة بعد الموت، وسيحاسب وسيعاقب، لا يمكن أن تعصيه. موجود ويعلم
وسيحاسب وسيعاقب، لا يمكن أن تعصيه. راقب نفسك. في شيء آخر، لو واحد تأمل معاملة الله له، كلما أخطأ جاء التأديب، ألا يمكن أن يستنبط بعد حين أنه ما من معصية إلا ولها عقاب؟ فلماذا أعصي الله؟ يعني الله عز وجل رب العالمين، ليس القصد أن يحصي عليك أخطاءك، القصد أن يربيك. فكل زلة قدم، كل خطأ، كل يعني انحراف في درس من الله بليغ. واحد زوج جاء رمضان واستحقت عليه الزكاة، القصة واقعية، زكاة ماله 10,750، زوجته ضغطت عليه أنه بحاجة إلى تجديد الأساس، بضغط شديد، بإلحاح شديد، فاستجاب لها وألغى دفع الزكاة ونفذ رغبتها. بالمناسبة، في صحابي جليل ضغطت عليه زوجته لحاجات تريدها لا يملك ثمنها، فلما بالغت في الضغط عليه قال لها: أيتها المرأة، إن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلا أن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. هذه ضغطت على زوجها وتمكنت أن تصرفه عن دفع الزكاة وأن ينفذ لها رغبتها في البيت. يقسم لي بالله، سيارته وقع فيها حادث، قال لي: ذهبت إلى الصواج ثم البخاخ ثم القطع المكسورة، قال لي: بقدرة قادر مجموع النفقات 10,750 ليرة. درس من الله، درس من الله. الله عز وجل يربينا. هل أقول لكم من هو أسوأ إنسان في التعامل مع الله؟ هو الذي لا يستفيد من تأديب الله له. قالوا: من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. إذاً أنت حينما تعلم أن الله موجود ويعلم وسيحاسب وسيعاقب وأن علمه يطولك وأن قدرته تطولك، هذه أكبر دوافع كي تستقيم على أمره وكي تكون صادقاً وأميناً. هلأ واحد كأبي حنيفة النعمان من أعلم الفقهاء، له جار مغني أقلقه لسنوات طويلة، لا يحلو له الغناء إلا وقت النوم، وقت نوم الناس، وله أغنية مفضلة: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وطعان خلسي. مرة افتقد صوت المغني في إحدى الليالي، ما الأمر؟ معنى ذلك هو محبوس يعني. فذهب أبو حنيفة بمكانته العلية إلى صاحب الشرطة، وصاحب الشرطة ما صدق أن يأتي أبو حنيفة إليه، فأطلق هذا المغني وأطلق معه كل من اعتقل في ذلك اليوم إكراماً له، أركبه على دابته، قال له: يا فتى، هل أضعناك؟ هل أضعناك؟ تقول أنت: أضعوني وأي فتى أضعه؟ قال له: عهد الله عز وجل ألا أغني إكراماً لك، عهد الله عز وجل ألا أغني إكراماً لك. لو أن الشاب المخطئ وجد قلب كبير
يستوعبوا يعاونوا يذوبوا خجلاً. لا تكون عنيف. أبو حنيفة النعمان بمكانته العلية ذهب بنفسه ليسهم في الإفراج عن هذا المغني الجار له حق، ولو لم يكن مسلماً ولو لم يكن مستقيماً. فيا أيها الإخوة، أول تربية لأولادك التربية الخلقية. يعني تلاقي طالب لطيف مؤدب حيي خجول. زارنا يعني شاب من تركيا بس يتمتع بتربية عجيبة، اتصل بوالده أم وقف، لا يمكن يتصل بوالده هو قاعد، هو في الشام والده في أضنة. أبداً تعلم الأدب مع والده. نحن لفت نظرنا قاعد عم يتصل، لما فتح الخط وقف، سألنا قال أنا مو معقول كلم والدي على الهاتف أنا جالس على الهاتف. أيها الإخوة، ما في شيء أسمن من حسن الخلق. لما تربي ابنك على الأدب والاعتذار، النبي علمنا كيف يكون الابن مؤدباً مع أبيه. قال له لا تمشي أمام أبيك ولا تجلس قبله ولا تستسب له. لا تمشي أمامه ولا تجلس قبله ولا تستسب له. مرة عم نفحص بيت، فت أنا مع صاحب البيت على غرفة، شاب مضجع على ظهره رجل فوق رجل عم يتابع فيلم، ولا تحرك ولا تحرك. مع التفلت في وقاحة، مع التفلت في سوء أدب، مع التفلت في عدم احترام الآخر. فيا أيها الإخوة، نحن بالتربية عندنا التربية الخلقية والإيمانية والعلمية والنفسية والاجتماعية والجسمية والجنسية. أول تربية التربية الخلقية. أيها الإخوة الأكارم، بعض الأحاديث الشريفة التي تتحدث عن حسن الخلق في تربية الأب لابنه. يقول عليه الصلاة والسلام: ما نحل والد ولداً من نحل أفضل من أدب حسن. رواه الترمذي. ما نحل والد ولداً من نحل أفضل من أدب حسن. حديث آخر: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. ولعل في الحديث ملمحاً دقيقاً: لن تستطيع أن تحسن أدبهم إلا إذا أكرمتهم. لن تستطيع أن تحسن أدبهم إلا إذا أكرمتهم. يعني الإحسان قبل البيان. أنت بالإحسان تفتح قلب ابنك، ثم بالبيان تفتح عقله. ابدأ بالإحسان، الإحسان قبل البيان. يعني بصراحة في الثقافة الإسلامية كل أب يحترم، في ثقافة المسلمين، في ثقافة هذه المنطقة، لكن ما كل أب يحب. دقيق. كل أب محترم، لكن بطولتك لا أن تنتزع احترام أولادك، البطولة أن تنتزع محبتهم. لذلك أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم، أي لن تستطيع إحسان أدبهم إلا إذا أكرمتهم. في ملمح يشابه هذا الملمح: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. سبيل حفظ الفرج غض البصر. لن تستطيع أن تمتنع أو أن تبتعد بعد الأرض عن السماء عن الزنا إلا
إذا غضضت بصرك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هنا أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم، افتح قلب ابنك بالإحسان ثم افتح عقله بالبيان، افتح قلب ابنك بالإحسان ثم افتح عقله بالبيان. توجيه ثالث، علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. الأب أحياناً يغضب بريحه، يضرب ضرب مبرح يرتاح، بس عندئذ ليس مربياً. وفي حل آخر يسيب، التسيب ليس حلاً والضرب المبرح ليس حلاً، ولكن الحل أن توجهه وأن تحاسبه وأن تعاتبه وأن تعرض عنه. ومن أطاع عصاك فقد عصاك، من أطاع عصاك فقد عصاك. علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. والتوجيه الرابع، علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم. علموهم، يا بني هذا العمل لا يجوز، نهى الله عنه في القرآن، هذا العمل نهى عنه النبي، علمه أول ثم حاسبه. في آباء بحاسب قبل أن يعلم، في ظلم، الطفل ما عنده معلومات، علمه أول المنهج ثم أدبه. أي ملمح رابع. الآن من حق الولد على الوالد، من حقه أن يحسن أدبه وأن يحسن اسمه، أن يحسن أدبه وأن يحسن اسمه. هذه توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك إذا أردت أن تكون مطبقاً لمنهج النبي طبق هذه التوجيهات، والحمد لله رب العالمين.